يتفشلون في الرو. نجم الرائع في الرو طريقة التعامل مع الكرة من جانب في الرو، استطاع أن يسدد الكرة في الرو ويسجل الهدف لاعب FC برشلونة. يفتتح الحصة تشيل فائدة المنتخب لفائدة المنتخب البرازيلي. إذا نجم المنتخب البرازيلي لاعب برشلونة في الرو يسجل محاولة تعديل النتيجة. هذا الهدف سيفرض على المنتخب الوطني المغربي التحالف برشل تشيل هدف التعادل. يلا شلون عليه فرصة. شبيلة بلال بركان استددها.